اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 8 سبتمبر 2016 تحت رئاسة صاحب الفخامة سيد محمد عبد العزيز رئيس الجمهورية، وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون المالية المعدل لميزانية الدولة 2016. يأتي إعداد مشروع قانون المالية المعدل 2016 الحالي من أجل ضبط التقديرات الأصلية لتأخذ في الحسبان العوامل الجديدة التي تؤثر على موارد ونفقات الميزانية الأصلية وفقاً لما تمليه أحكام المادة 24 من القانون رقم 011-78 الصادر بتاريخ 19 يناير 1978 المتضمن القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية. وعموما يحقق مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2016 توازنا بين الإيرادات والنفقات يبلغ 461 مليارا و298 مليونا و722 ألف أوقية، أي بزيادة قدرها 10 مليارات و131 مليونا و150 ألف أوقية بالقيمة المطلقة وبنسبة 2.25% مقارنة مع قانون المالية الأصلي. كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية: مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 048-2013 بتاريخ 28 مارس 2013 المتضمن إنشاء مؤسسة عمومية تدعى الوكالة الوطنية التضامن لمحاربة مخلفات الرق وللدمج ولمكافحة الفقر والمحدد لتنظيم قواعدها وسير عملها. يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تعديل المرسوم رقم 048-2013 بتاريخ 28 مارس 2013 القاضي بإنشاء الوكالة الوطنية التضامن أخذا في الاعتبار التطور الحاصل منذ ذلك التاريخ فيما يتعلق بتشكيلة مجلس الإدارة. مشروع مرسوم يقضي بإنشاء صندوق لدعم النشر المدرسي. يرمي مشروع المرسوم الحالي إلى إنشاء صندوق لدعم النشر المدرسي مخصص لتلقي الإعانات المالية لفائدة الكتاب المدرسي وتحمل الأعباء المرتبطة بعملية نشره وطبعه. ومن خلال هذه الآلية لدعم نشر وتوزيع الكتاب المدرسي تعتزم الحكومة إيجاد حل مستديم لمشكلة توفر هذه الأداة التربوية الهامة التي تساهم في نجاعة التعليم وتحسين فرص النجاح المدرسي. وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي، وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل، وقدم وزير النفط والطاقة والمعادن بيانا يتعلق بتنظيم مؤتمر لترقية قطاعي النفط والمعادن في موريتانيا موريتانيد 2016. يرمي هذا البيان إلى تقديم فكرة توضيحية حول المؤتمر الدولي لترقية قطاعي النفط والمعادن بموريتانيا المعروف بموريتانيد الذي سيتم تنظيم النسخة 4 منه خلال شهر أكتوبر المقبل بالعاصمة نواكشوط. ويتمثل الهدف من تنظيم النسخة 4 من مؤتمر موريتانيد في تعريف المشاركين بما يزخر به باطن أرضنا من إمكانات وبمناخ الأعمال الملائم الذي توفره بلادنا للمستثمرين. وقدم وزير التجهيز والنقل بيانا حول وضعية حوادث السير التي وقعت خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2016. يهدف هذا البيان إلى تقديم حصيلة حوادث السير التي وقعت خلال الأشهر الثمانية المنصرمة من سنة 2016 والاطلاع على الإجراءات المتخذة وتلك التي سيتم اتخاذها على المدين المتوسط والطويل من أجل تحسين السلامة على الطرق الوطنية. وقدم وزير المياه والصرف الصحي بيانا حول استراتيجية تنظيم المكتب الوطني لخدمات الماء في الوسط الريفي. يستعرض هذا البيان الخطوط العريضة للاستراتيجية الجديدة المقترحة لتنظيم المكتب الوطني لخدمات الماء في الوسط الريفي، وبهدف تقديم الحلول الملائمة لمشكل الحصول على مياه الشرب في المناطق الريفية، فإن الاستراتيجية المزمعة تعمل على معالجة أوجه القصور التي كشف عنها تشخيص الوضعية الراهنة للمكتب، وذلك لتحسين أدائه وتمكينه من الاضطلاع بمهمته على الوجه المطلوب. وقدم وزير التهذيب الوطني بيانا يتعلق بافتتاح العام الدراسي 2016-2017. يستعرض هذا البيان وضعية تحضير الدخول المدرسي برسم السنة الدراسية 2016-2017، وفي هذا الإطار يوضح البيان الإجراءات المتخذة لضمان الافتتاح الفعلي للفصول الدراسية على امتداد التراب الوطني في أحسن الظروف، وذلك اعتبارا من 3 أكتوبر المقبل.
وقدمت الوزيرة الأمينة العامة للحكومة بيانا يتعلق باتفاقية حظر استخدام وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة. يستعرض هذا البيان الخطوط العريضة لاتفاقية الأسلحة الكيماوية مع تركيز على التزامات الدول الأطراف فيما يتعلق بالتعاون في مجالات المساعدة القانونية والأمن والبيئة والقيام بإنشاء سلطة وطنية تكون بمثابة مركز وطني لتوفير ربط فعال بمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية يتولى متابعة تنفيذ الاتفاقية وإبلاغ المنظمة دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لها. وبخصوص السلطة المذكورة، يقترح البيان تكليف السلطة الوطنية للحماية من الإشعاع والأمن والسلامة النووية بهذه المهمة لكونها تتوفر على تجربة مؤكدة ينبغي تثمينها في هذا المجال. وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية: وزارة الداخلية واللامركزية، الإدارة الإقليمية، ولاية الحوض الشرقي، مركز عد البقر الإداري، رئيس المركز مولاي البشير والمولاي حسين، محرر إدارة عامة، حاكم مساعد بومديد سابقا. وزارة البيطرة، المؤسسات العمومية، الشركة الموريتانية لمنتجات الألبان بالنعمة، المدير العام محمد عبد الله وللغيلاني، حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال تخصص إدارة المؤسسات. وزارة التجهيز والنقل، مديرية النقل البري، المدير محمد محمود والدنبة، المدير الجهوي لوزارة التجهيز والنقل بن واذيبو سابقا. الإدارة الجهوية لوزارة التجهيز والنقل بن واذيبو، المدير محمد أمين المرابط، مدير النقل البري سابقا. هذا وقد علق كل من وزير المياه والصرف الصحي الناطق الرسمي باسم الحكومة وكالة السيد محمد عبد الله والوداعة، وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار اللجائي، ووزير التهذيب الوطني السيد سلم السيد المختار، ووزير التجهيز والنقل السيد أحمد سالم والعبد الرؤوف، والوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلفة بالشؤون المغاربية والأفريقية وبالموريتانيين في الخارج السيدة خديجة مبارك فال على نتائج اجتماع مجلس الوزراء. ورد السادة الوزراء على مختلف الأسئلة والاستشكالات التي تقدم بها الصحفيون.